FM. الكلمة ليك. كنت أكدت أنه أولويتي هي الحكومة والعمل الحكومي ومتابعة الوضع الأمني في البلاد، وإحنا اليوم أيضا في متابعة الوضع الأمني في البلاد. هناك تحديات أمنية كبيرة، حبينا نجيو نرفع المعنويات نتاع القوات التونسية اللي هي في الواجهة، وهذه اليوم في الثكنة هذه هذوما أحسن قوات تونسية، فحبينا ندعمهم ونشكرهم على العمل اللي قوموا به من أجل الوطن. كابا فام الكلمة ليك.